السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه Presentation Go، ده بتلاقي فيه Presentation جاهزة سواء لجوجل سلايد أو للباوربوينت. أول ما بتفتح الموقع بيبدأ يديك بعض البرزنتيشن، ممكن تعمل فلتر تقول له مثلا عايز حاجة خاصة بالبيزنس، هو يبدأ يعمل لك فلتر للحاجات الخاصة بالبيزنس، أو تعمل سيرش على كلمة معينة فيبدأ يجيب لك البرزنتيشن الخاصة بالحاجة ديت. تمام، وليكن مثلا عجبك الشكل دوت فبتبدا تدوس عليه فبيبدا يجيب لك البرزنتيشن بالشكل دوت اهوت. تمام، لو عجبك البرزنتيشن دوت تقدر تيجي هنا من الجنب وتحمله تمام كباوربوينت، او تفتحه على جوجل سلايد بالشكل دوت، هعمل لك كوبي منه على الدرايف بتاعك وتقدر تشتغل عليه وتقدر تحمله كباوربوينت. يعني موجود هنا إمكانية إن أنت تحمله كباوربوينت وتشتغل عليه بدون أي مشكلة خالص، ومساحة صغيرة ومجاني ومفيش أي مشكلة فيه أهوت. فدي بتبقى كويسة جدا لو أنت عندك بحث، لو أنت عندك برزنتيشن، لو أنت عندك أي حاجة في مثلا تشرح حاجة وبتاع، تقدر تحمل حاجة يكون شكلها جميل وظريف بالشكل دوت، وتبدأ بس مجرد إن أنت تعمل سيلكت، تعمل تحديد على الكلام وتكتب بقى الكلام اللي أنت عاوزه بالشكل دوت.